ما تستهدي بالله يا بنتي وتفكري تاني. معلش يا حاج، سيبيني براحتي. يا شهد انا عندك كلمتي، اقعدي انت وامشي انا. يا حنان انت عارفه غلاوتك عندي، بس والله ما هقدر. طب لو انا غاليه عندك بجد ما تمشيش. سيبيها براحتها يا حنان، يمكن شويه وترجع تاني. يلا شهد. استاهل ايه على المعلومه دي؟ تستاهلي 60 جزمه على دماغك. ده بنقصك يا بنت، ده بيوصل لي معلومه عن طريقك عشان يسوحني، ولو في شك واحد في المليون ان ده حصل تبقى مصيبه. غوري من وشي. حلو قوي يا ناصر. دي كبيرة جدا. عجبتك؟ حلو قوي. امسكي. ربنا يخليك ليا يا ناصر. ربنا يخليك. ايه ده يا ناصر؟ ده عقد الشقة الجديدة باسمك. ليه كده يا ناصر؟ انت عارف ان انا مفرقش معايا الحاجات دي، اسمي واسمك واحد. يا نهار اسود ومنيل، دي ب 7 مليون جنيه. يا بت كتير عليكي ولا ايه؟ انا لو كنت اقدر اشتري لك المنطقه دي كلها كنت اشتريتها. ربنا يخليك ليا يا ناصر، بس ممكن تريحني وتقولي جبت الفلوس دي منين؟ انا بجد خايفه عليك. ما تخافيش، همشي عشان عندي شغل. سلام. انت هتسيبني قاعده هنا لوحدي وتنزل؟ معلش يا حبيبي، على فكره بعت اشتري لك عربيه واجيب لك سواق عشان لو عزت وراها اي حته. سلام. طب ممكن اعرف انت رايح فين دلوقتي؟ رايح الشغل يا شهد. لا يا ناصر، انت رايح للتالتة. يعني ده يوم تنكدي على نفسك وتنكدي عليا فيه؟ ايه لازمته الكلام ده؟ رايح شغل والله. سلام. سلام. لا إله إلا الله يا ناصر. محمد رسول الله. خلي بالك من نفسك. إلهي، بسم الله الرحمن الرحيم. أنت مين؟ أنا بيتي. بيتي مين؟ أنا خدامة جديدة. خدامة جديدة؟ ولما أنت خدامة جديدة بتخضيني ليه؟ ما تروحي تترزع في أي حتة. ده الناس دي؟ أنا اتكلمت مع والده وقال لي سيب الدنيا شوية لحد ما تهدى، وعموما اللي عايزاه تمارا هيمشي. يا بابي مفيش حاجه هتهدى، انا طارق انتهى بالنسبه لي. يا نصير، المواضيع دي لما بتطول بتبوخ، ما تروح تكلمه يا اخي وتخلص الموضوع ده، خلي بنت تشوف نصيبها. نصيبي ايه يا مامي؟ ايه اللي انت بتتكلمي فيه ده؟ النصيب، النصيب اللي ممكن يكون مع هشام او مع ياسين. انت فاكره يعني لو كنت متجوزه ما كانوش بيسالوا عليكي ولا ايه؟ مامي انا لما اتطلق مش هفكر في الجواز لفتره طويله قوي. لا يا حبيبتي، انت هتتجوزي تاني وتالت لغاية ما تلاقي اللي تحبيه. شوفي يا تمارا، انت حبيبتنا بنتنا، وعايزين نشوفك اسعد واحدة في الدنيا ومبسوطة كمان. سيبك، خليها تقول اللي هي عايزة تقوله. انت بس روح خلص الموضوع معاه، وانا اوعدك بعد شهرين هيكون العريس التاني في ايدها باذن الله. انا همشي. رايحة فين؟ هروح بيتي، هفضل ازن عليه لغاية اما يطلقني. يا بنتي ما ينفعش كده، انت كده بتقللي من قيمتك ومن قيمتنا. بقلل من قيمتي ليه؟ وانا رايحة لصاحبي؟ وبعدين هو مش ده جوزي يعني اللي انا المفروض لسه على ذمته؟ خلاص. بيته ايه اللي انت هتروحيه ده؟
انت المفروض البني ادم ده ما تشوفيش وشه نهائي بعد اللي عمله ده. يا بابي يا حبيبي، انا لو فضلت قاعده جنبكوا كده هيعلقني ومش هيطلقني. يا سلام، وانت اول ما ترجعي البيت هيطلقك على طول. اه هيعمل كده، وهفضل ازن عليه وافضل وراه لغايه اما يكره حياته ويطلقني. انا همشي. لا مش مصدقاها، دي مش بنتي اللي انا عارفاها ابدا. يا خوفي لا يكون اللي بفكر فيه ده صح، عشان كده عايزه ترجع بيتها. بنتك بتعك؟ فاهمه يعني ايه بتعك يا ناني؟ ايه يا عيشه؟ ازيك يا طوح؟ ايه جايه منين كده؟ كنت بزور زكريا. الله يرحمك يا اخويا. بنت امل قاعده مع مختار مش عايزه تطلع عندنا. ما بقاش يفرق معايا حاجه يا توح، تطلع تنزل مش هتكون اغلى من اللي راح. بيت بيفضى عليا يا عيشه، مش عارفه عملت ايه في دنيتي عشان يحصل معايا اللي بيحصل ده. انا حاسه اني قربت اروح لزكريا، مش قادرة خلاص. بعد الشر، بعد الشر عليك يا توحة، ما تقوليش كده. استهدي بالله يا حبيبتي، تعالي تعالي نقعد مع بعض شوي. تعالي والله فرحت انك جيت. بيني وبينك الشيطان شاطر، خلانا اشك انك خدت موت سلماوي وشوية التهريج اللي هرجناهم مع بعض على صدرك. وهتقطعني خير؟ فلوس سلماوي عايزهم. انت مالك بفلوس سلماوي؟ حقي. سلماوي تقريبا ملوش اهل، مقطوع من شجره. وانت الغصن اللي فاضل في الشجره ولا ايه؟ اعتبرني وريثه. لا اعتبرك ولا ما اعتبركش، طلعني من الموضوع ده. يعني ايه؟ يعني ما اعرفش اي حاجه عن فلوسه ولا اي حاجه تخص سلماوي الله يرحمه من يوم ما دفنته. هو انتوا من غيري كان شغلكوا هيمشي يا ناصر؟ لا. يبقى فلوسه بتاعتي. بالك بتتكلم عن فلوس سلماوي بس، يعني ما جبتش سيرة فلوسي. لأنك راجلنا بتاعنا. والله عشان لسه ما جاش دوري. افهمها زي ما تفهمها. طب بص بقى، الفلوس اللي بتقول إنها حقك سواء بتاعت سلماوي أو بتاعتي، تاخد قصادهم أضعاف أضعافهم خدمات. يعني لو كان في حد ليه حق عند التاني فأنا ليا وكتير. قصدك إيه؟ قصدي وصلك يا بدر.